الذي له أهمية كبرى، خاصة ونحن نتكلم عن قطاع من القطاعات الخدمية، وكلنا يعلم أن الاقتصاد الأردني هو اقتصاد خدمي، ثلثين الناتج المحلي الإجمالي هو من قطاع الخدمات. ودائما بقول أن قطاع التعليم وقطاع الصحة من القطاعات الخدمية والتي لها علاقة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى وأيضا الخدمية الأخرى. لذلك جاءت هذه الندوة لإلقاء الضوء على قطاع التعليم، وعندما نتكلم عن التعليم لا يمكن الحديث عن التعليم العالي بمعزل عن التعليم العام، وأي إصلاح في التعليم العالي لابد من أن يبدأ بالإصلاح في التعليم العام ومن رياض الأطفال بالتحديد. طبعا شهد قطاع التعليم تزايد مستمر سواء في عدد مؤسسات التعليم العالي أو أيضا في عدد الجامعات وكليات المجتمع. نحن الآن عندنا 31 جامعة حكومية وخاصة، عندنا 10 جامعات حكومية، 21 جامعة خاصة، وعندنا ما يقارب من 40 أو 41 كلية مجتمع. لا، بالنسبة لأعداد الطلبة، طبعا هذه الأعداد هي أعداد حديثة وهي من الفصل الأول لهذا العام الدراسي. الجامعات الحكومية فيها 203,310 طلاب بكالوريوس، 17,871 دراسات عليا. الجامعات الخاصة 65,906 بكالوريوس، 3,024 دراسات عليا. الجامعات ذات الطبيعة الخاصة حقيقة جامعتين، جامعة العلوم الإسلامية والجامعة العربية المفتوحة، وضعناهم تحت يعني بند ذات طبيعة خاصة. عدد الطلاب في البكالوريوس 6,859 والدراسات العليا 1,750. لا، عدد طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بكالوريوس والدراسات العليا 298,765 طالب وطالب. غير الخاصة، غير الطبيعة الخاصة. كل الآن عدد الطلبة، جميع الطلبة على مقاعد الدراسة 298,705 اللي ذكروا مع الوزير واللي ذكروا مع الدكتور وجيه هو من يمكن عام 2014. لا بدون كليات المجتمع. طبعاً بالنسبة للطلاب الجامعات الحكومية مثل ما قلنا عندي دراسات بل 17,171، بكالوريوس العادي عندي ذكور 55,900 إناث 90,905، موازي 30,943 ذكور و 25,562 إناث. لا، مجموع طلبة البكالوريوس مثل ما قلنا 203,310، والمجموع الكلي مع الدراسات العليا 221,180. لا، مجموع الموازي 56,505. مجموع الموازي من طلبة البكالوريوس 56,505، وهذا يشكل 27.8% من مجموع الطلبة. و 56,000 هذول لو ضربنا كل طالب يدفع حوالي 3,000 إلى 4,000 دينار سنويا، فبين 180 إلى 200 مليون الإيراد رسوم البرنامج الموازي. طبعا هذا الشكل أيضا يبين قديش كل جامعة فيها هاي الدراسات العليا. لا، بالنسبة للجامعات الخاصة، الجامعات الخاصة دراسات عليا 3,024، بكالوريوس ذكور 40,833 وإناث 24,352، مجموع الطلبة بكالوريوس زائد دراسات عليا في الجامعات الخاصة 68,930. لا، الجامعات جامعتين سميناهم ذات طبيعة خاصة فيهم 8,654 طالب وطالبة، دراسات عليا 1,795، والبكالوريوس عندنا ذكور 3,646 وإناث 3,200 طالب.
هيئه التدريس في الجامعات. في الجامعات الرسميه 7103، الخاصه 3097، وذات الطبيعه الخاصه 277، المجموع 10477. هذا الجدول يبين عدد المبتعثين. الجامعات الرسميه 629، الخاصه 266، والجامعات ذات الطبيعه الخاصه 14. عدد المبتعثين فقط 909. طبعا احنا الان لو شفنا الفرق بين عدد بعدين باقي كم موضوع المعلوم ذهب الله يسلمك. لو شفنا الفرق بين عدد الطلبة على مقاعد الدراسة والطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، الطاقة الاستيعابية المقررة حوالي بين 50 إلى 55 ألف طالب فوق الطاقة الاستيعابية. لا هذول كيف بدي أخلص من زيادة الطاقة الاستيعابية؟ تقليل عدد المقبولين في الجامعات الحكومية، اثنين زيادة أعضاء هيئة التدريس. لذلك حتى 629 في الجامعات الرسمية مبتعثين أنا بشوف عدد قليل، لأنه هذا الفرق ال 50,000 بدهم على الأقل 1800 عضو هيئة تدريس. أنا كل اللي عندي هون 629 مبتعث، وإحنا شايفين طلاب توجيه في تزايد. إذن عدد الطلبة الوافدين، أنا بعدين راح أتكلم بإسفاف عن الطلبة الوافدين. الآن المجموع 41,598. مجموع الطلبة الوافدين 41,598. وأنا هذا يشكل 13.9 بالعشرة، يعني حوالي 14% من أعداد الطلبة. في الجامعات الحكومية عندي 23,453، الخاصة 16,829، وذات الطبيعة الخاصة 1,316. يعني الجامعات الحكومية فيها حوالي 56% من أعداد الطلبة الوافدين موجودين في الجامعات الرسمية. هذا بالنسبة لي أعضاء هيئة التدريس الوافدين. في الجامعات الرسمية 214، وهذا يشكل حوالي 3% من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية. الجامعات الخاصة 451، وهذا يشكل 14.6% من مجموع أعضاء هيئة التدريس. ذات الطبيعة الخاصة 23، وهذا طبعا أقل من 1%، اللي هو حوالي 2% من مجموع أعضاء هيئة التدريس. لا، 688 الوافدين من أعضاء هيئة التدريس، هذول بشكل حوالي 6.6% من مجموع أعضاء هيئة التدريس اللي هم 10,104. هذا بالنسبة للإداريين. الإداريين مجموع 19,894 إداري في الجامعات. الجامعات الرسمية 15,269، الجامعات الخاصة 4,158، وذات الطبيعة الخاصة 467. لأن خلينا نربط بين عدد الإداريين وأعضاء الهيئة التدريسية. في الجامعات الحكومية 2.15% إلى 1. إحنا طبعاً النسبة المثلى هي 1:1. 2.15% إلى 1، طبعا هذا يختلف أو يعني من جامعة لأخرى، ولكن بالمتوسط 2.15% إلى 1. الجامعات الخاصة 1.34% إلى 1. الجامعات ذات الطبيعة الخاصة 1.69% إلى 1. طبعا بشكل عام 1.9% إلى 1.
هذا طبعا مطلوب من الجامعات الحكومية والجامعات الرسمية تقنين التعيينات وتخفيض التعيينات المدارية. شوف على الأكاديميين ليش تخفض؟ لا البرامج الأكاديمية طبعا احنا وزعنا التخصصات إلى 17 عائلة. بالنسبة للبكالوريوس في الجامعات الرسمية 510 برامج بكالوريوس والخاصة 386 مجموع 896 دبلوم عالي 8 ماجستير 406 دكتوراه الرقم في خطأ دكتوراه هو 76 وليس 59 76 برنامج دكتوراه في الجامعات الحكومية والخاصة. في دكتوراه خاصة طبيعة الخاصة جامعة أمير السمية في برنامج دكتوراه اللي هو في علم الحاسب جامعة أمير السمية والباقي كله في جامعة الناس الطبيعة الخاصة. لا طبعا أعداد الطلبة في هذه العائلات أو في هذه التخصصات العلوم الطبية 42,428 الهندسة 61,007 طلاب الهندسة 61,007 العلوم الطبية 42,428 أنا إخواني مش المهم إنه العدد لو نظرنا للهندسة بنلاقي حوالي 22 تخصص في الهندسة هاي مشكلة إنه بتيجي جامعة بقول لك والله بدي أفتح هذا التخصص يعني اللي كل مرة أحد الجامعة بقول لك والله بنفتح هندسة علوم الإدارة والخدمات أو شيء طب يا أخي هل هو هندسة قال لا طب علوم يمكن الدكتور أحمد الدكتور إبراهيم بتذكر إحدى الجامعات الخاصة هندسة العلوم الإدارية والخدمات لا هو هندسي ولا هو إدارة ولا هو أي تي طب بكرة هذا الخريج هذا لما يروح على ديوان الخدمة المدنية وين بده يصلح؟ مثل هذا أنا لما يكون عندي 22 تخصص تفريع التخصصات واثنين تكرار التخصصات هذا اللي احنا قاعدين بنقول انه يا ريت لو كل جامعة يكون لها هوية لهذه الجامعة تتميز بها هذه الجامعة في الهندسة، هذه الجامعة في الطب، هذه الجامعة في الحقوق حتى انه نحد شوي من التكرار التخصصات لا لو جمعت عدد الطلبة في العلوم الطبية والهندسية والأعمال والآي تي مجموع الطلبة 191 في أربع برامج أو أربع عائلات لو جمعنا هذه الأربع عائلات 191 بتشكل ما يقارب من 64% من طلبة الجامعة الأربع عائلات 64% من طلبة الجامعة هذا بالنسبة لكليات المجتمع كليات المجتمع في عندك الكليات العامة فيها 7,936 الكليات الحكومية 1,366 الكليات الخاصة 7,236 الكليات العسكرية 1,131 الكليات التابعة لوكالة الغوث 1,509 مجموع طلبة كليات المجتمع 19,178 طبعاً نتكلم كثير عن السنة الماضية والسنة اللي قبلها والسبب في ذلك هو عن النتائج الناجحين في الثانوية العامة وبالذات بين 50 إلى 60 هذول اللي يسمح لهم أو اللي بروح على كليات المجتمع كان عدد قليل يمكن السنة يعني حدود 510 طلاب بين 50 إلى 60 لا الرؤية والتطلعات المستقبلية لتطوير التعليم العام أولا هناك عدة محاور أولا الإدارة والحكم التشريعات بحاجة إلى إعادة نظر لابد من التطوير المستمر للتشريعات التي تسهل مهمة الإدارات الجامعية اثنين نوعية البرامج هذا اللي احنا قاعدين نتكلم عنه أنا في عندي تفريعات لتخصصات كثير في عندي برامج مكررة ولابد من إعادة النظر في هذه البرامج
وبالذات التخصصات الإنسانية. التخصصات الإنسانية حقيقة يعني للأسف الشديد قاعدين يعني نركز كثير على التخصصات الإنسانية وبنقلل من التخصصات التقنية أو التخصصات العلمية، وهذا راح يؤدي إلى تفاقم حجم المطالب وأيضا عدم مواءمة حاجات سوق المخرجات التقنية. البيئة الجامعية طبعا لابد من التخطيط والعمل للوصول إلى بيئة جامعية سليمة تجعل من حرم الجامعة مكان مناسب للتطوير وتحسين المواهب وقدرات الطلبة. خدمة المجتمع أيضا الجامعة، رسالة الجامعة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، خدمة المجتمع جزء من رسالة الجامعة لابد من أيضا التركيز عليه. القبول والترتيب، وطبعا هون أحد الأسباب اللي قاعدين بعد شوي راح نتكلم عن مخرجات التعليم هو إعادة، لابد من إعادة النظر في سياسات القبول. وهون بقول إنه لو كانت الجامعات الرسمية لها سياسات قبول مباشرة، لو كانت الجامعات الرسمية لها سياسة قبول مباشرة وكل جامعة مبين قديش الطاقة الاستيعابية وسياسة قبول مباشرة، ذيك الساعة ممكن إنه نفس المعايير ونفس الضغط على الجامعات الخاصة اللي مارسوا على الجامعات الحكومية. ولكن لما تيجي تقول للجامعات الحكومية ليش عندكم 50,000 طالب فوق الطاقة الاستيعابية، يقول لك والله وحدة القبول الموحد هي اللي بتبعث لنا هذه العدد. قبل سنتين ثلاث لما 58,000 طالب نجحوا في التوجيه فوق 65، الجامعات الحكومية طلبوا 31,000. قديش هي الاعتماد للطاقة الاستيعابية؟ قلنا لهم 22,000. رحنا ودينا لهم 42,000. ودينا 42,000. ضيف الموازي وضيف أيضا الأقل حظا وقائمة عشائر وضيف الدراسات العليا، هذيك السنة أجل الجامعات الحكومية ما يقارب من 60,000. هم طلبوا 31,000. المناهج وطرق التدريس ايضا للاسف الشديد ما زلنا او ما زال بعض الاساتذه المنهاج اللي بعطوه للطالب هو تقليدي. يعني هاي عمليه الاي ان اوز الليرنينج اوت كمز والشغلات هاي لحد الان بعض اعضاء هيئه التدريس للاسف ما بيشتغل عليها. وفي نهايه الفصل ايضا ما بيقيم الطلبه تقييم جيد حتى يشوف انه هل فعلا حقق الاهداف من هذه الماده ام لا. وايضا طرق التدريس ما زلنا عمليه التلقين، وهذا اللي دائما بنقوله انه هذا تحدي امام الجامعات، انه متى ستنتقل الجامعات وتتحول من ناقل للمعرفه الى منتج للمعرفه. يعني ناقل المعرفه تلقين، انه من الكتاب للطالب، اما انه كيف الطالب يفكر طبعا ما في. واحنا نتائج امتحان الكفاءه الجامعيه اذا وجدنا انه التفكير الناقد والتحليل وغيره هاي نسب الاتقان المتدنيه هذا هو سبب التمويل. طبعا زملاء اصحاب المعارف تكلموا عن التمويل، بتوقع انه الجامعات الحكوميه يعني السنه 72 مليون بتروح 15 مليون لصندوق دعم الطالب، بظل 57 مليون. وفي نهايه كل شهر اصبح رئيس الجامعه همه الوحيد انه في نهايه كل شهر انه كيف بده يدبر رواتب اعضاء هيئه التدريس والعاملين. قبل يعني بدفع اول شهر بدفع، بعدين بده يفكر انه نهايه الشهر كيف بده يدفع للشهر الثاني. البحث العلمي ايضا، البحث العلمي ما زال كثير من البحث العلمي هو للغايات الترفيه. لحد الان ما شفنا انه جوهر البحث العلمي بنوعيه البحث العلمي انه براءات الاختراع وخاصه ما يتعلق منها في البحث العلمي من ما يرتبط بالاولويات الوطنيه وصندوق البحث العلمي. اعتقد هي قلت للدكتور عبد الله الساعه قديش عندكم دكتور؟ 30 مليون صندوق 30 مليون؟ لا ما فيش 34 24 مليون جمعوا جميع الباحثين اللي تقدموا، لكن للاسف الشديد ما في اقبال على البحث العلمي زي ما قلنا هو فقط لحاجات اولويات الترفيه معظمها. الاعتماد وضمان الجوده، طبعا هون نحن دائما لما نتكلم عن التنافسيه العالميه بنقول انه لابد من انه نصل للتنافسيه العالميه، لكن التنافسيه العالميه بدها تميز والتميز بده جوده، والجوده لابد من تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على جميع المؤسسات التعليم العالي. بالنسبه لضمان الجوده حقيقه كان هناك في دليل
في معايير ضمان الجودة على مستوى الجامعة ومستوى المؤسسة. الآن وضعنا حوالي 16 أو 17، هاي 17 عائلة قسمناهم لكل عائلة في دليل معايير ضمان الجودة، حيث تستطيع الجامعة أن تتقدم للحصول على شهادة ضمان جودة على مستوى البرنامج وليس على مستوى الجامعة ككل. ممكن تتقدم على مستوى الجامعة ككل، ولكن كثير من الجامعات وجدنا أنه من الصعوبة أنها تحصل على شهادة ضمان جودة على مستوى الجامعة. وبالتالي بعض البرامج في بعض الجامعات قوية جدا، يعني مثلا بعد جامعة الزيتونة شو القوي، البرنامج القوي عندكم والله برنامج الصيد، البرنامج الهندسي، ممكن أن تتقدم للحصول على شهادة ضمان جودة لبرنامج الصيد أو برنامج الهندسي. هناك مجموعة من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العام، منها الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل. فنحن دائما نسمع هذا المصطلح اللي هو كيف توائم بين مخرجات التعليم وبين حاجات سوق العمل. حاجات سوق العمل أنا بعتبره دائما متجدد ودائما متغير. مخرجات التعليم للأسف الشديد إنها ستاتيك أو إنه شبه ثابت، فمن الصعب إنك توائم شيء ثابت مع شيء متغير دائما. ليش شيء ثابت؟ لأنه أنا مش كل يوم قاعد بغير بالخطط الدراسية، وغير مناسب إنك تغير بالخطط الدراسية كل فصل أو كل فصلين. على الأقل الطالب اللي بده يدخل على خطة دراسية ينهيها حتى ما نعمل إرباك للطالب، ولكن نستطيع أن نغذي الطالب من خلال المواد اللي نعطيها بالمهارات، المهارات الحياتية والمهارات اللازمة. يعني أنا مثلا في دراسة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل أسبوعين عرضت على مجلس الوزراء، وكان فيها بعض المعلومات عن وزعة استبيانات على خريجي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لما تلاقي إنه 38% من الخريجين فقط هم اللي لديهم مهارات حياتية، 32% مهارات فنية، 40% فقط جيد اللغة الإنجليزية. طيب هو تدرسكم باللغة الإنجليزية كل الـ IT والاتصالات، تيجي تقول والله فقط 40% جيد اللغة الإنجليزية أو فقط 32% مهارات فنية، 38% مهارات حياتية؟ طب والباقي؟ هون المشكلة. وهذا اللي احنا دائما نتكلم عن امتحان الكفاءة الجامعية، ولكن أقل نسبة إتقان هي في مهارات التواصل والإبداع الوطني. طيب مادة التربية الوطنية اللي أنا بدرسها كمتطلب إجباري شو بعطي فيها؟ هل نعطيهم عن المهارات؟ هل نعطيهم عن مهارات التواصل، الإبداع المنطقي، التفكير الناقد، التحليل، العمل بروح الفريق الواحد، معرفة الحقوق المدنية والشخصية؟ لذلك لابد من إعادة النظر أيضا في مثل هذا في مثل هذه المادة اللي هي التربية الوطنية اللي متطلب إجباري. نعم، التركيز على البرامج التقنية والتطبيقية كما قلنا لابد من التركيز على مثل هذه البرامج، وتخفيف هذا اللي قمنا فيه في مجلس التعليم العالي انه تخفيض اعداد المقبلين في البرامج الانسانية. الاستثمار في البحوث العلمية والتطبيقية، دعم وتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية، وهذا طبعا هي مسؤولية الجامعة. وصحيح من البحث العلمي ومن الشخص نفسه، يعني من ذات الشخص البحث العلمي، ولكن أعتقد أن الجامعة لها دور كبير في دعم البحث العلمي وعلى الأقل إنفاق ما هو موجود في القانون، قانون التعليم العالي والبحث العلمي من المواد. توجه ناحية التعليم الإلكتروني، معالي الوزير تكلم عن هذا الموضوع ونحن بحاجة إلى ذلك. وعلى الأقل لو بدينا في متطلبات الجامعة حتى أن نخفف من ضغط على الجامعات وبدأت الجامعات الرسمية تشاركية وفتح قنوات الاتصال والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة، وأيضا هذا بيعطي يساعد الجامعات على اكتساب الخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة إذا كانت يعني علاقات تشاركية، يعني بارتنرشيب وليس أفليشن مع الجامعات العالمية، حتى نستفيد من خبراتهم في البحث العلمي وفي أيضا التدريس. الآن بالنسبة لاستقطاب طلبة أجانب، وأنا في أعداد طبعاً أعداد الطلبة في عام 1990 كان 1.3 مليون في العالم على مستوى العالم ككل. ب
بال 2002 1.10 مليون، 2011 4.3 مليون، بال 2014 5 مليون. رقم واحد قلت لك الولايات المتحدة رقم واحد في أعداد الطلبة الوافدين أو الأجانب، اللي هو تقريبا 17% منهم كان في أمريكا. بريطانيا 13%، وأستراليا وألمانيا وفرنسا 6%. لا طبعا أهمية استقطاب الطلبة الأجانب، إدخال العملات الأجنبية للدول المضيفة، توفير فرص عمل. يعني في أمريكا مثلا بلد عدد الطلبة الأجانب في عام 2014-2015 974,926، ما يقارب المليون، وفروا 373 فرصة عمل. طبعا لاحظ لما قلت 974,000 يعني تقريبا مليون، لو كل واحد صرف 30,000 فأنت بتحكي عن 30 مليار. هذا اللي في أمريكا قدروا 30.5 مليار دولار من الطلبة الأجانب. لا نحن عندنا 41,000 طالب. يا ترى المصروف هذول الطلاب زائد الرسوم، هل تتوقع أنه بساوي 20,000 بالسنة؟ 20,000 دولار رسوم زائد مصاريف، 15,000 مصروف سنوي زائد رسوم، 15 × 40,000 600 مليون دولار. أكثر كمان. أتوقع أنه أكثر. أكثر من هذا. لأن الطلاب يدخلوا على البرنامج الدولي. الطلاب يدخلوا على البرنامج الدولي في الجامعات. أنا بتوقع لا يقل عن 20,000 دولار رسوم جامعة زائد مصاريف، لا يقل عن 20,000 دولار في السنة. هذول في 40,800 مليون دينار دولار. يعني بتحكي عن نصف مليار دينار من الطلبة الأجانب. هذه اللي بنسميها السياحة التعليمية، وأرجو من جامعاتنا إنه نحاول نستقطب أكبر عدد من الطلبة الأجانب. أنا بس غريب. خطوات استقطاب الطلاب الأجانب، تطوير البرامج، طرح برامج تقنية تطبيقية، زيارات ميدانية، مشاركة في النشاطات والمعارض، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، توفير سبل المعيشة السهلة. الآن بالنسبة للتنافسية العالمية، التنافسية العالمية احنا دائما بنقول انه يعني هدفنا هو الوصول للتنافسية العالمية. ترتيب الأردن في التنافسية حسب تقرير التنافسية 64 من بين 140 دولة. الآن في مؤشر التعليم العالي والتدريب حسب تقرير التنافسية، ترتيب الأردن 50 من بين 140 دولة. لا معدل الإنفاق على التعليم العالي بير كابيتا للدخل، معدل الإنفاق للأسف الشديد ترتيبنا 56 من بين 61 دولة. حاطين النفاق 56 من بين 61 دولة ترتيب الأردن بحسب الإنفاق حسب النفاق العام. والله هو صحيح نفاق عام. لا ما اعترفتوا هي نفاق عام الكلي. Total public expenditures on education per capita. العربي هي هون. العربي للنفاق. النفاق العام. عفوا. طيب شكرا لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لجميع المتحدثين، والآن نود أن نفتح الباب للأسئلة والمداخلات ولمدة 20 دقيقة فقط. نأخذ مجموعة ويجيب على الأسئلة الذين أصحاب المعالي الأطفال الذين تحدثوا في هذه الندوة. فاسمحوا لي أن أدير هذا الحوار. النواب أولا، الشعب أولا، عالي رئيس مجلس أمناء جامعة سيتو حقه معزل بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله. أولا إنه شرف لجامعة الزيتونة أن تستضيف معالي الوزير وصحبه الكرام والإخوان والوزراء وهذه الطامات الكبيرة من نواب وغيرهم في هذا اليوم الطيب، شرف كبير لجامعة الزيتونة. أكرر، ما أود أن أقوله أن القرارات الاستثنائية تحتاج إلى رجال استثنائيين في وقت صعب. كثير منكم الآن على مقاعد أصحاب القرار، وكثير مما ينظرون الآن كانوا في مواقع القرار. تحتاج القرارات وكل ما قيل في هذه القاعة قولا جميلا وعظيما، والمؤسسات التي أمامي، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، ومجلس الاعتماد، وجميع المؤسسات التعليمية تبذل قصارى جهدها، وأضافوا عليها اللجنة الملكية الآن برئاسة الدكتور تعمل إن شاء الله جهدا كبيرا في المستقبل. ولكنني أقول أن القرارات تحتاج إلى رجال، لعل وعسى أن تكونوا أنتم أو ما شابهكم. لي بعض الملاحظات. أولا أنني أشكك بالأرقام التي قيلت، وخاصة في عدد الأشخاص الموجودين في الأردن. بصفتي كنت وزيرا للعمل ووزيرا للداخلية، وأنا أعرف عن قرب الأعداد العراقيين والسوريين والآخرين. أرجو أن تؤكدوا على هذه الأرقام لما لها انعكاسات كبيرة جدا على نتائج دراساتكم. الموضوع الثاني، ركز الأخ الدكتور وجيه عويس على موضوع مهم وهو التعليم التقني، وأنا معه أن الأردن بالتعليم الأكاديمي والشعر والنثر لا يمكن أن تتقدم البلاد، تحتاج إلى تعليم تقني. لكن ما أود أقوله أنه لو أنتجنا 20 كلية تقنية وعملت وأنشئت ودعمت وتخرج الطلاب، أين المصانع؟ أين الأماكن الذي يذهبون لها؟ الاقتصاد ترابط متكامل. الإيكونومي إتلبل إتسلف بأمريكا، وكلكم خريجين في أمريكا، عدد كبير منكم. الطالب وهو على مقاعد الدراسة يشتغل بالبرجر كينج، بالبيتزا هات، ومصنع الفورد، وبالتالي عندما يصل درجة التوجيه يكون هو إما هي اكوينتد لهذا العمل اللي هو فيه ويستمر فيه، او ينتقل الى عمل اخر، او درب نفسه على 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 على, على, على العمل. فالاقتصاد مترابط. ما فائده انني ارفع الى 40% تقنيين من النسبه المتدنيه الان؟ ما هي الفائده؟ واصرف ملايين وتبذل جهود ولا أجد مصنع يستقبله، ما أجد مصانع. إذا القضية قضية استثمار، وهي قضية مهمة جدا جدا، ويجب أن يلفت رئيس الحكومة والحكومة والوزراء الموجودين بالحكومة وهم أصحاب قرار، يجب أن يلفت انتباههم أننا نحن نعمل ضمن منظومة كبيرة أكاديمية، لكن النتائج الاوتبوت هناك ما راح يكون، راح يتخرج الولد ويصير يدور شغل مثل ما الاكاديمي يدور شغل. بدي اكد لكم على موضوع الارقام. كنت في اليابان بعد زياره،
سألت في الاجتماع أحد الجالسين، قلت له قديش على سكان طوكيو؟ قال لي 9,654,000، ما اعتدوا عقلي رقم. رحت على الاوتيل نمت على اول غفوه، وانه يتصلوا معي ويقول انا فلان تشينج مون كذا. قال انت اللي سالتني الرقم هذا. رحت لدائره الاحصاءات العام وسالتهم عدد سكان طوكيو اللي اعطيتك اياه غلط، هو 9,900,000 زادوا 10 ولا 15 ولا 20,000. هيك تقوم الامم وهيك تقوم الدول على ارقام صحيحه، على ارقام صحيحه. اقول قولي هذا واستغفر الله. شكرا عليك. شكرا سعاده النائب ابراهيم لوي. المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق المرسلين. أشكر وكل الثناء لجامعة الزيتون والقائمين عليها لما لهذا الموضوع مؤثر من أهمية كبيرة، وهو حديث الساعة وحديث سنوات طويلة أيضا، ورغم ذلك لم نأتي بأي نتائج. ومرحب أيضا بالضيوف الكرام. اسمحوا لي أن نعطي الآراء الحقيقية. قد نختلف في وجهات النظر، ولكن جميعها يصب في المصلحة العامة. استمعنا إلى خطة واستراتيجية شاملة، سواء من معالي وزير التعليم العالي أو معالي عويد، وأيضا من الأخوة المتحدثين بشير الزعبي. ولكن وأنا استراتيجية من 3 سنوات، ووضع النقاط على الضعف الموجود والمترهل والتعليم المعطوب. اسمحوا لي بين قوسين اقول انه معطوب وفعلا معطوب، وهي الميدان موجود قدامكم. كيف نفسر رسوب اوائل الجامعات والاقسام في امتحان الكفاءه اللي كان قبل اسبوعين في ديوان الخدمه المدنيه، بما انتم تغنوا بمخرجات الجامعه كان الرسوب كبير جدا. طيب استاذي بشير الزعبي، تتحدث أنت عن تطبيق معايير الجودة في تصنيف الجامعات، بماذا تفسر خروج الجامعات الأردنية بتاتاً من أي تصنيف عالمي؟ آخر تصنيف خروج الجامعات الأردنية من أي تصنيف عالمي في الوقت الذي دخلت فيه 5 جامعات خليجية، معناته حديث نظري فقط. أنت تطبق معايير الجودة لكن أنت تضع هذه المعايير. أنا قرأت مرة الرئيس الصيني جمع 100 رئيس جامعة، أعطاهم محك واحد، طلب منهم منافسة جامعة هارفارد. محك أمامهم، ما في محكات، ما في معايير واقعة أمامكم، وإنما حسب اللجنة وحسب أهواء اللجنة وحسب الواسطة والمحسوبية بدليل مخرجات الجامعة. هذا رئيس الجامعة راضين عنه نعطيه، وهذا ما نعطيه. هذا اللي صاير، وإلا لما كان هناك خروج لهذه الجامعات من كل تصنيف عالمي. يا سيدي، الجامعات الأردنية أصبحت بعض منها أصبحت طاردة للخبرات. تحدثت عن الإنفاق العام والطالب يكلف رغم برنامج التعليم الموازي، وتناسيت النفقات والبذخ عند بعض رؤساء الجامعات. المكاتب الموجودة فيها تحدث إذا في عند أوباما مكتب و5 نواب وسكرتيرة ومراسل ومساعدين ومستشارين وزواجين. روح انت على جامعة درهم مثلا، ثاني جامعة بريطانيا، تجد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة فقط يروب عنه اذا كان سافر او بعض الامور. لكن هذا يحط يعني 5 و6 نواب ليش؟ ومساعدين ومستشارين، والامر في تردي وتراجع. لذلك النفقات كلها تذهب للهيئة الادارية، والأساتذة من عدة سنوات لم يتم زيادة الرواتب، معظمهم الآن تصحرت الجامعات وذهبوا للخليج سعيا للرزق. هي موجودة الجامعات عندك وعريقة، وجامعات نعتز فيها ما فيها كادر التعليم الفني، كله ذهب للخليج. حتى الموجودين الآن قسم كبير منهم أداء ضعيف، يجي رئيس قسم يفرض على الدكاترة في مادة يجب أن نقيس فيها مهارات التفكير للطالب، انه يعبر عن البنى المعرفيه اللي استفادها من الجامعه، يطلب منه انا بدي اسئله موضوعيه.
الأسئلة الموضوعية الآن، هل تصبح للطالب يكون في نهاية أو مخرجات الجامعة؟ طيب، رئيس جامعة، خريج جديد، أخذ الدكتوراه، يعين بالوكالة نائب عميد كلية، متلاسي 12 في البروفيسور، هم أستاذية، بأي حق هذا؟ من حق الخبرات، نسى الخبرة، نسى حق هذا الدكتور اللي تعب على نفسه؟ ليش وزارة التعليم العالي ما حاسبت هذا الرئيس؟ أنت تجاوزت 12 أستاذ معه مرتبة أستاذية، وعينت واحد خريج جديد، أظن إنه في حتى كليتين اللي هو قائم بأعمال عميد كلية. أي وزارة التعليم العالي من ذلك؟ هذا سؤال أوجه للتعليم العالي. سعادتك أنا بوضوع معلش هسه أكمل أنا، لأنه يعني كل اللي حكيته أنا شيء واقعي. وضع امتحان تحت تنوي. القبة، تحت القبة ممكن تحكي هذا الكلام كله. نحكي وين مكان؟ مجلس التربية خلاص. نحكي وين مكان؟ التربية. تصري بدهم يحكوا في. طيب يا سيدي، أنتوا الآن تحدثتوا عن وضع سياسة قبول بإضافة لامتحان الثانوية العامة، أن الجامعة تأخذ نصيب في سياسة القبول. أنا أتذكر امتحان التوفل في بعض الجامعات كان فيه فساد من القسم المعني، وكان يدخل طلاب مقابل ثمن، ويعرف أستاذي يدخل طالب عن طالب رشوة، يعطوا المسؤول عن المختبرات ينجح الطالب، يمكن ما بعرف يكتب اسمه الإنجليزي. والآن تفترض أن الكل يكون عادل في تطبيق هذا الامتحان، والله أولاد الفقراء ما راح يفوتوا إلا أولاد المتنفلين إذا طبقت هذا الامتحان. طيب، تحدثت عن تعيين آخر ملاحظة، رغم عندي ملاحظات كثيرة، تنشيط التعليم الإلكتروني، وعنكم كليات تعرض التعليم الإلكتروني والتكنولوجي، وتناسيتم أن وزارة التربية والتعليم قد ألغت نظام الإدارة المعلوماتية الذي يعني بهذا الأمر. أين التنسيق بينه؟ ألغت الإدارة المعلوماتية من سنتين، وهو التخصص الذي يصب ويمول ويرفد هذه الكليات التقنية والتكنولوجية. وشكرا لك. شكرا 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 سعادتك. معالي الدكتور محمد حمدان. مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أريد أن أخذ وقت في تكرار الشكر والتقدير لجامعة الزيتون. باختصار شديد، يجب أنا مع معالي الدكتور وجيه، معالي الدكتور نبيل، بأن التعليم الموازي في وضعه الحالي يجب أن لا يستبعد. يعني كان المتحدثين الكريمين وقالوا أن هذا هو التعليم الذي يعني لا يمكن للفقراء أن يتعلموا. أنا معكم إن ظل التعليم الموازي كما هو، ولكن من باب التاريخ والأمانة العلمية يجب أن نقول كيف برزت فكرة التعليم الموازي. فكرة التعليم الموازي برزت بمبررات منطقية عديدة. من هذه المبررات أن طلبتنا لو لم نتح لهم فرص التعليم داخل الأردن فإنهم سيخرجون للدراسة خارج الأردن، وسينفقون هذه الأموال والعملة الصعبة في جامعات ذات مستوى متدن خارج الأردن، ويعودون وقد حملوا شهادة الطب وشهادة الهندسة، ولا نستطيع أن نقول لهم بأننا لا نعادل هذه الشهادة أو لا نقبلها من جامعات معتبرة. ربما إذا كانت جامعات غير مصرح بها لا يسمح لهم، ولكن في الماضي قيل كل من حصل على شهادة هندسة ولم يكن معدله 80 عندما يعود من أي جامعة أو من هارفرد لا نعادل شهادته. وهذا القرار في مجلس التعليم العالي في الثمانينات لم يدم سوى أشهر قليلة، لأن هذا من حقه، تخرج من جامعة نحن نعترف بها ويجب أن نعادل شهادته. فهذا أحد المبررات. بل الثاني أن الجامعات كما قيل كان خط أحمر زيادة الرسوم في البرنامج العادي. في الجامعة في ذلك الوقت كنت رئيسا للجامعة الهاشمية، وتجاوزنا هذا الخط الأحمر بأن زودنا الرسوم 20% كل سنة على الطلبة المستجدين لمدة 5 سنوات، تضاعفت الرسوم حتى اللي كانت 10 دنانير صارت 20 دينار الرسوم القديمة. وقبلت هذه ولكن على الطالب الجديد وليس على الطالب اللي سجل في العام الماضي قبل أن تزداد 20% تباعا. المواطن الأردني يقبل بأنه سنة فنكة الزيتون السنة الماضية كانت ب60 دينار والسنة هي صارت 80 دينار.
والتغير اللي صار في سعر كيلو السكر ايضا قبله. كل هذا قبل المواطن الاردني لانه يعلم بانه في عماله زياده في كلفه المعيشه. فلماذا نقول انه خط احمر المواطن الاردني عقله مغلق لما نقول له في البرنامج العادي كل شيء عماله بيزيد، كلفته بتزيد، رواتب المعلم الاساتذه لازم تزيد حتى نخليهم ما بقبلش زياده في البرنامج معه. وهذا يمكن مخاطبه اول مش مواطن الاردني، المواطن الاردني وممثلي المواطن الاردني اللي معنا الان في مجلس النواب. هؤلاء ايضا يعني انا متاكد بانهم يعني ممثلون عندهم من التعقل ومن الحكمه ومن الثقافه والمعرفه ما لا يعني نستطيع ان نصل الى عقولهم لا يعارضوا زياده الرسوم للبرنامج. اما وقد قلت هذا نعود للبرنامج الموازي. الموازي ايضا ممكن ان يستمر لكن كما اريد له ان يكون. البرنامج الموازي اقر ليكون برنامج للطلبة الذين تقل معدلاتهم عن المعدلات التنفسية ويخصص لهم شعاب مستقلة بعد الظهر بعد الساعة الثالثة في مجلس التعليم العالي هكذا قيل بعد الثالثة الساعة الثالثة مساء. لم يقل أن كلهم يجب أن يكونوا طب وطب أسنان، الجامعة اللي بتقرر أو هندسة بعد ذلك. ثم يعين لهم من ريع الموازي يوفد كما بدأت الجامعات الأردنية يوفد أردنيون إلى جامعات مرموقة لتعزيز الطاقة التدريسية في الجامعة لتكون هذه الطاقة إضافية للطاقة الحالية وليس كما حصل الذي حصل إلى نفس أعضاء التدريس نفس الطاقة التدريسية. يعقل أن أستاذ يحمل 16 ساعة أو 18 ساعة. أيضا تعزيز رواتب أعضاء التدريس من البرنامج الموازي لم يكن في البال. اللي في البال كان نصرف من هذا البرنامج على دعم الجامعة الأردنية ربما تغطية جزء من النقص الذي يحصل بالبرنامج العادي لأن رسوم البرنامج العادي لا تغطي